أهلا بكم من جديد. في حلقة الأسبوع اللي فاتت عرفنا على المواد المنظفة وأثرها على البشرة، وبدي الحلقة حتشوفوا معانا مدار استخدام الهواتف المتحركة والكمبيوتر والآيباد على بشرتكم. الناس دلوقتي كلها بتستخدم الأجهزة الإلكترونية، سواء كان في وقت العمل على الكمبيوتر، قاعدة ساعات متعددة قدام الكمبيوتر، خارج العمل بتستخدم التليفونات أو التابلتس. ابتدى يظهر شوية مشاكل أو برضو بتساعد على ظهور علامات تقدم السن. زي إيه؟ يعني في ناس كتير قوي بتستخدم الأجهزة الإلكترونية دي قبل النوم مباشرة. الأجهزة الإلكترونية سواء كانت التابلتس أو التليفونات أو حتى الكمبيوتر اللي هي LED emitting screens اللي هي بتشع ضوء الأزرق، بتأثر على عدد ساعات النوم. تأثير على عدد ساعات النوم ده بيأثر على الإفرازات الهرمونية في الجسم، وتأثير على الإفرازات الهرمونية في الجسم ممكن يكون له تأثير على زيادة الإفرازات الدهنية، وبالتالي ممكن يكون الناس اللي عندها عرضة أكتر لحبوب الشباب ممكن يبتدي يظهر لها حبوب شباب. وفي برضو بعض الأمراض الأخرى للجلد اللي ممكن تكون مرتبطة باضطراب عدد ساعات النوم زي الإكزيما. الحاجة التانية برضو، الناس اللي بتستخدم التليفونات أو التابلتس كتيرة دايما بتستخدمها مش على مستوى العينين، بتنزلها تحت ودايما بتبقى موطية رقبتها كده عشان تبص على التليفون أو على التابلت. على مدى الاستخدام طبعا ده بيأثر وبيؤدي إلى تجاعيد أزيد في منطقة الرقبة. الحاجة التانية ان الاسطح اللي احنا بنستخدمها التليفونات والتابلتس دي، احنا على طول بنبقى ايدينا ممكن يكون عليها اتربة، ممكن يكون جراثيم، الكلام ده كله بيتنقل الى الاسطح ده، وبالتالي لما بنحطها على وشنا او بنقربها كل الجراثيم والاتربة دي ممكن تتنقل على الوش، وبرضو ممكن تؤدي الى تهيج شوية في البشرة او ظهور التهابات. الناس اللي بتشتغل فترات مطولة قدام الكمبيوتر في الشغل وبتبقى مركزة قوي في الكمبيوتر وبتبقى مقربة قوي للكمبيوتر، برضو ممكن يظهر التجاعيد اللي ما بين الحاجبين دي بتزيد، لأنه ده ناتج عن استخدام العضلات، فقوة العضلة مع ضعف الجلد في المنطقة دي بيظهر التجاعيد التعبيرية. فالناس اللي بتمركزة قوي في الكمبيوتر طول النهار دي يبتدي يظهر عندهم التجاعيد دي بدري عن الناس اللي هي ما بتستخدمش نفس عدد الساعات ده خلال النهار. فدي حاجات جديدة جدت على يعني الجلد أو طبيعة الجلد وطرق الحماية نتيجة الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية. أبسط حاجة إن إحنا لما نستخدم التليفون أو التابلت الأفضل إن إحنا نرفعه على مستوى العينين، فدايما تبقى الرقبة مفرودة. في ساعات العمل نحاول إن إحنا نحافظ على المسافة ما بيننا وبين الكمبيوتر، تبقى يعني مسافة ما هياش قريبة قوي ولا بعيدة قوي، بحيث إن إحنا نبقى خارج الإطار بتاع الإلكترونيات اللي حوالين الشاشة، وفي نفس الوقت نحاول إن إحنا نريح عينينا كل فترة بحيث إن إحنا منركزش قوي وما نستخدمش قوي العضلات في التركيز. قبل النوم نحاول دايما ان احنا الافضل طبعا ان احنا ما نستخدمش الاجهزه الالكترونيه دي قبل النوم على طول، او على ابسط مثال ان احنا في تليفونات وفي تابلتس معينه بيتغير فيها البلو لايت ده لاورنج هيو، فالافضل ان احنا نبدل من البلو لايت للاورنج هيو ده عشان او اللي هو النايت شيفت على التليفون عشان نقلل من تاثير الضوء ده. لو نقدر بقدر الامكان بصفه مستمره ننظف اسطح التليفونات دي بحيث ان هي ما تبقاش فيها تلامس مباشر مع الجلد، او نستخدم سماعات في المكالمات، او حتى لو احنا بنتابع فيديو او كده دايما نبقى بالتليفون بعيد عن البشره.